السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالطالبات الأعزاء في مقرر تكنولوجيا التعليم واحد، وإن شاء الله ده هيكون السكشن الأول وهنتعرف فيه على الصور الرقمية. طيب، إيه هي عناصر المحتوى اللي أنا هتعلمه؟ هعرف يعني إيه مفهوم الصور الرقمية، يعني إيه أنواع اللقطات في التصوير الرقمي، إيه هي أنواع الزوايا في التصوير الرقمي، هعرف يعني إيه كاميرا رقمية وإيه هي أجزاء الكاميرا الرقمية ومكوناتها، هعرف برضو خطوات التصوير بالكاميرا الرقمية وطرق استيراد الرسوم الرقمية وأنواع الرسوم الرقمية وامتدادات الصور الرقمية وكيفية البحث عنها. أول حاجة يعني إيه صور رقمية؟ الصور الرقمية هي أحد الأشكال الخاصة بالمحتوى الإلكتروني، زي الفيديو، زي الصوت، زي الرسم، زي النص، فهي شكل من أشكال المحتوى الإلكتروني، وهي في الأساس عبارة عن مربعات متناهية الصغر متراصة جنب بعض. لو أنا كبرت الصورة هلاقيها هي عبارة عن مربعات كده صغيرة جنب بعض، كل مربع من دول بيحوي معلومات عن الجزء ده من الصورة، زي مثلا اللون. كمان الصور الرقمية دي أنا بنتجها من خلال الكاميرا أو السكانر وبخزنها وبعرضها بشكل رقمي طبعا على الأجهزة الإلكترونية المختلفة. طيب، أنواع اللقطات في التصوير الرقمي. طبعا انواع اللقطات دي بتختلف بناء على المشهد اللي انا عايزه يظهر لي في الاخر. فطبعا في هنا لقطات مثلا بعيده، في لقطات عامه، في لقطات عامه متوسطه، في لقطات متوسطه، في لقطات متوسطه قريبه، في لقطات شديده القرب. طبعا انا هعرف ايه الفرق ما بين كل دول وامتى هحتاج لكل لقطه من دول او امتى هستخدم كل لقطه من دول. أول حاجة اللقطة البعيدة. اللقطة البعيدة دي بتحتوي على أكبر كم من المعلومات اللي ممكن تصل إلى إيه مشاهد اللقطة دي، بعرض فيها المنظر من مسافة بعيدة. فأنا مثلا هنا في الصورة دي أنا شايفة هنا السحاب وشايفة السماء، شايفة الأرض، شايفة البحر، وطبعا شايفة هنا شخص واقف أو شخصين أو أيا كان. بس في الصورة دي أنا ما بقدرش إن أنا أميز الأشخاص سواء هما كانوا ذكور أو إناث، يعني فرضا لو أنا هنا مثلا جايبة ولد وبنت وملبساهم نفس اللبس مش هقدر إن أنا أحدد فيها الجنس. وغالبا الصور دي بتستخدم في المشاهد الافتتاحية لتقديم معالم المكان، يبقى دي كده أول لقطة مثلا يعتبر. لو أنا مثلا عندي فيلم عن وليكن الأهرامات، فأنا أول حاجة بروح جايبة صورة الأهرامات ومن بعيد جدا، أو عامة بجيب بقى كل اللي حوالين الأهرامات دي، تمام؟ فمثلا بصورها من فوق، المهم إن المشهد نفسه بيبقى فيه أكبر كم من المعلومات، يعني مش بس فيه الأهرامات، مش بس أنا جايبة صورة الهرم من أوله لآخره، لأ أنا جايبة الهرم وكل اللي حواليه، تمام؟ فهي اكبر لقطة يعتبر اللي هي اللقطة البعيدة، زي مثلا برضو اللي بيصور المناظر الطبيعية، فهو بيجيب ايه، مش بس حاجة واحدة، مش بيجيب حاجة واحدة في المنظر الطبيعي، لا بيجيب اكتر من حاجة جوه المشهد، زي ما احنا ما اتفقنا اهو ان دي مثلا فيها صورة هي فيها سماء وفيها ارض وفيها مثلا مية، فبحاول ان انا اجمع قدر ممكن من المعلومات جوه المشهد ده او اللقطة دي. طيب، اللقطة العامة. اللقطة العامة دي تحويلي شخص بكامل هيئته، يعني بجيب الشخص دوت من أول راسه لحد رجليه، مش بس كده كمان، لا بجيب كمان جزء من المشهد مع الشخص اللي هو ايه في الصورة. يعني انا دلوقتي في الصورة دي جايبة الشخص هو من أول راسه لحد ايه، لحد رجليه. طب بس كده، لا كمان الصورة فيها ايه، جزء من المشهد اللي هو بجانب الشخص او جزء من المكان اللي هو الشخص واقف فيه، دي كده اسمها اللقطة العامة. طيب، اللقطة العامة المتوسطة. اللقطة العامة المتوسطة دي انا فيها بصور الشخص من اول ركبته لحد راسه من فوق، تمام؟ يبقى انا بصور فيها الشخص من اول الراس اهو لحد مثلا الركبة او تحت الركبة او فوق الركبة، المهم ان هي بتبقى من بعد وسط الشخص. ليه من بعد الوسط بتاعه؟ لان انا لو صورت الشخص دوت من اول راسه لحد الوسط بالظبط، دي كده اسمها اللقطة المتوسطة. لكن لا، لما بصور شخص من اول مثلا الراس لحد بقى بعد الوسط بقى ايا كان فوق الركبة او تحت الركبة، دي كده بيبقى اسمها اللقطة العامة المتوسطة، تمام؟ لكن اللقطة المتوسطة بس دي بتبقى من اول الراس لحد الوسط، تمام؟
طيب اللقطة المتوسطة برضو احنا قلنا بقى من اول الراس لحد مثلا الركبة، سواء بقى فوق الركبة او تحت الركبة. طب انا بحدد او امتى بقول ان هي فوق الركبة او تحت الركبة؟ بناء على الشخص دوت والجنس بتاعه، وبناء كمان على اللبس اللي هو لابسه. يعني مثلا لو في بنت ولابسه مثلا وليكن جيب، فانا هروح ان شاء الله يعني اقص الصوره من اول مين، من اول الركبه بتاعت البنت لحد الراس بتاعتها. تمام، يبقى بناء على جنس الشخص واللبس اللي هو لابسه، فانا بقص ايه الكادر من تحت علشان اخد اللقطه العامه المتوسطه. طيب اما اللقطة المتوسطة القريبة، اللقطة المتوسطة القريبة انا فيها بلتقط صورة للشخص من اول صدره لحد اعلى رأسه، زي ما احنا مثلا ما شايفين صورة الطفل اهو، من اول رأس الطفل لحد ايه الصدر بتاعه. برضو لو راجل هيبقى نفس الكلام، بس لو راجل بقى هجيبه من اول الجيوب بتاعته، يعني من اول اللي هو الجزء الخاص بالصدر اللي بيبقى عنده الجيب لحد مين اعلى رأسه. لو بنت هيبقى من اول الصدر عند البنت لحد مين، لحد اللي هو رأسها من فوق. دي كده اسمها اللقطة المتوسطة القريبة. اللقطة المتوسطة القريبة برضو بتظهر لي تعبيرات الوجه بالنسبة لمين، لأي بقى حد ايه انا باخد له اللقطة دي، وبتكون عينين الشخص فيها ايه بارزتان او ظاهرين، بمعنى اصح ملامح الوجه بتبقى ظاهرة، باين لي هو سعيد ولا مش سعيد. فكل الحاجات دي بتظهر في اللقطة المتوسطة القريبة. طيب اللقطة شديدة القرب، اللقطة شديدة القرب دي انا فيها بحدد جزء معين من الصورة وبركز عليه، زي مثلا هنا انا محددة على عيون النمر، لو مثلا حددت مناخير النمر يبقى برضو دي اسمها لقطة ايه شديدة القرب. مثلا ودان النمر بس، يبقى دي برضو لقطة شديدة القرب. يبقى هي بتصور لي حاجة واحدة بس من المشهد كله، يعني انت بتختاري مثلا جزء من المشهد وتروحي محددة عليه، دي كده اسمها ايه شديدة القرب. زي مثلا ما قلنا بنصور العين، بنصور مثلا الفم، بنصور الأنف، بنصور الأذن، ولازم طبعا انا ببقى مصورها بمعايير. يعني انا مثلا هنا اخداها وليكن مثلا عشان اعرف شكل الحدقة بتاعت العين بتاعت النمر بتبقى عاملة ازاي. تمام، فلازم طبعا الصورة يبقى ليها هدف، مش مجرد ان انا مصورها كده وخلاص علشان ايه اعرف انا برضو مصورة الصورة دي ليه، او الصورة دي بتاعت مين بالظبط، اقدر احدد مثلا ان دي كده خاصة بعين النمر اهو. تمام، طيب انواع الزوايا في التصوير الرقمي. طيب في هنا عندي 3 انواع من الزوايا، الزاوية العلوية، الزاوية السفلية، الزاوية في مستوى النظر، وهنعرف برضو الفرق ما بين الثلاثة دول ايه وامتى بستخدم كل زاوية من دول. اول حاجة الزاوية العلوية، بيكون المشهد اللي انا بصوره موضوع من، يعني بصور المشهد دوت من اسفل الى اعلى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكاميرا بتبقى تحت والمشهد نفسه اللي انا عايزه اصوره فوق. زي مثلا الصوره دي، هو المصور كان تحت، كان ماسك الكاميرا وهو موجود تحت وبيصور الشخص اللي هو واقف دوت من تحت لفوق. تمام، الصوره دي طبعا او الزاويه ديت بتديلي احساس بالقوه والجبروت. تمام، زي ما احنا برضو ما شايفين في اللقطه اللي هي اللي قدامنا دي، ان الشخص اهوت انا مصوراه من تحت لفوق. تمام، يعني دلوقتي الكاميرا هي اللي موجودة تحت، لكن المشهد نفسه اللي انا عايز اصوره بيبقى موجود فوق. طيب لو جينا قلنا ايه هي نوع اللقطة دي، اللقطة دي هتبقى ايه؟ ففكروا بقى كده فيها وشوفوا الشخص انا مصوراه من اول فين لفين، وبناء عليها تعرفوا برضو نوع اللقطة. فعامة اي صورة انا بصورها انا بقدر من خلالها احدد نوع اللقطة دي، وبقدر برضو من خلالها ان انا احدد نوع الزاوية اللي مأخوذة بيها اللقطة دي. طيب الزاوية السفلية، الكاميرا فيها بتبقى فوق لكن المشهد اللي انا بصوره تحت، زي مثلا صورة الطفل دوت، انا دلوقتي المفروض الكاميرا فوق، حتى الدليل ان الولد بيبص لمين، للمصور اللي فوق او بيبص للكاميرا، وطبعا الكاميرا كده موجودة فوقيه والمشهد نفسه تحت. يبقى لما تبقى الكاميرا بتاعتي فوق والحاجة اللي انا بصورها تحت، يبقى معنى كده ان الزاوية اللي انا بلتقطها دلوقتي او الزاوية اللي انا بصور بيها دلوقتي اسمها الزاوية السفلية. وطبعا النوع دوت من التصوير بيعطي احساس بالضعف والذل، مش لازم طبعا في المشهد ده بس هو بشكل عام.
يعني عارفين انتوا زي مثلا ما يكون ايه حد بيتوسل لحد، فهو بيبقى باصص كده للشخص اللي هو موجود فوق، وانتي طبعا جايباه ايه، يعني جايباه ان هو ضعيف، تمام؟ مش بالضرورة ان احنا نعتبر ان الضعف والذل دوت على المشهد ده بس، لا هو بشكل عام يعني. طيب الزاوية في مستوى النظر أو على مستوى النظر، الكاميرا بتكون في مواجهة الشخص أو الحاجة اللي أنا بصورها أو الشيء اللي أنا بصوره أو أيا كان بقى المشهد اللي أنا بصوره، المشهد بيبقى قصادي على طول كده أنا شايفاه، زي ما أنت مثلا كده ما بتاخدي الصور السيلفي، أنت بتبقي موجهة الكاميرا على طول قدامك كده، فبالتالي دي كده اسمها الزاويه في مستوى النظر. انا بقى مع يعني ما كنتش حاطه المشهد تحت او ما كنتش حاطه المشهد فوق وانا بصوره، لا هو المشهد انت بتصوريه على طول وانت واقفه قدامه بدون بقى ما تعملي اي حركه او بدون ما تحركي الكاميرا باي زاويه. طيب ايه هي مفهوم الكاميرا الرقمية؟ الكاميرا الرقمية هي آلة او جهاز انا بلتقط بيه الصور الفوتوغرافية او الصور الرقمية باستخدام مستشعر الصور الرقمية، وبرضه هنعرف يعني ايه مستشعر، بس عامة احنا دلوقتي بنعرف يعني ايه الكاميرا بشكل عام، ان هي عبارة عن آلة انا بلتقط بيها الصور. طيب وطبعا زي ما اتفقنا ان المستشعر دوت بيسجل لي البيانات دي في شكل بكسلات، لان احنا قلنا ان كل الصورة عبارة عن مجموعة من البكسلات المتراصة جنب بعض، وطبعا بما انها رقمية فبالتالي ما فيهاش فيلم زي الكاميرا التقليدية. الكاميرا التقليدية كان بيبقى فيها زمان فيلم، تمام، هو دوت اللي بيخزن عليه المشاهد والصور اللي انا التقطتها، لكن في الكاميرا الرقمية كل المشاهد اللي انا صورتها او ان انا اخدتها بتتخزني على كارت الذاكرة، يعني بيبقى فيها كارت ميموري انا بقدر من خلاله برضو ان انا انقل الصور او اخد الصور اللي موجودة عليه، فبالتالي بقدر مثلا ان انا انقلها من مثلا التليفون لجهاز الكمبيوتر او من الكاميرا نفسها لاي مكان بقى تاني انا عايزاه. طيب ايه هي اجزاء الكاميرا الرقمية؟ اول حاجة جسم الكاميرا، ودي عبارة عن صندوق محكم الغلق ضد طبعا الضوء، يعني ما ينفعش ان الصندوق دوت يبقى فيه منفذ للضوء غير بس المنفذ الخاص بالعدسة، وده طبعا الهيكل الخارجي للكاميرا زي ما احنا ما شايفين اهو، الجزء الاسود اللي هو بره ده اللي هو جسم الكاميرا، هو دوت اللي هو احنا بنسميه الصندوق الخاص بمين، بالكاميرا، ده كده اسمه جسم الكاميرا بشكل عام، وبيبقى مفيش اي مكان فيه منفذ للضوء غير بس الجزء اللي هو الخاص بالعدسة. طيب عدسة الكاميرا ده الجزء الزجاجي اللي موجود في الكاميرا من قدام، ومن خلاله انا يعني طبعا مش انا، هو اللي بيجمع الأشعة الضوئية وبيمررها داخل الكاميرا للجزء اللي هو اسمه المستشعر اللي بيحلل لي البيانات الخاصة بالصورة اللي انا التقطتها. يبقى العدسة دي عبارة عن جزء زجاجي موجود طبعا في الكاميرا، من خلاله بقدر يعني الجزء ده بيقدر ان هو يجمع الأشعة اللي هي الضوئية وبيمررها داخل الكاميرا عشان توصل لحاجة اسمها المستشعر او الحساس. طيب ايه هو المستشعر او الحساس الرقمي؟ المستشعر او الحساس الرقمي دوت اللي هو بعد ما بيكون الضوء مر من خلال فتحة العدسة بيروح للجزء اللي هو اسمه المستشعر او الحساس الرقمي او السنسور. السنسور دوت بيلتقط الصورة بتاعتي وبيحللها وبيسجلها لي على وسائط التخزين المختلفة زي ما احنا ما اتفقنا اللي هو بطاقة الذاكرة او كارت الميموري، والمستشعر دوت بيبقى فيه برضو بلورة حساسة للضوء، دي اللي بتتحسس الضوء وبتعرف من خلاله ان هي تكون لي المشهد اللي انا اخترته او اللي انا كنت عايزة اصوره. طيب الغالق، الغالق دوت جزء بيتحكم لي موجود في العدسة وبيتحكم لي في الزمن اللي بيسمح فيه بمرور الضوء من خلال العدسة، تمام، يعني الغالق او الشطر دوت بيبقى موجود في العدسة كده من قدام برضو دوت، كل ما فتحة الغالق ديت توسع او تكبر بالتالي بيدخل لي صور بتاع دوت ضوء اكبر، يعني كل ما فتحة الغالق كبرت او وسعت بيدخل لي كمية ضوء اكبر، فبالتالي الصورة بتبقى اوضح واكثر حدة، فلازم انا اخلي بالي من مدة التعريض الضوئي للصورة بتاعتي او المشهد اللي انا عايزة التقطه.
كل ما يكون فتحة الغالق أكبر، فبالتالي بتسمح بمرور كمية من الضوء أكبر. يبقى أنا لازم بقى وأنا إن شاء الله يعني بصور بالكاميرا أبقى عارفة أنا عايزة يدخل لي كمية ضوء كبيرة ولا كمية ضوء قليلة، فبناء عليها بحدد سرعة الغالق وفتحته، الفتحة بتاعة الغالق قد ايه وسرعة الغالق قد ايه، وكمان مدة التعريض الضوئي قد ايه، لان كل دوت بيأثر في الاخر في معالم الصورة. ممكن الصورة تبقى باهتة قوي لان مثلا ما دخلهاش ضوء كتير، وممكن الصورة تبقى حادة قوي او غامقة قوي، حساها كده ان هي يعني لونها اسود بسبب ان هو دخلها كمية ضوء رهيبة. فانا لازم وانا بستخدم الكاميرا ابقى عارفة كل ما يخص الغالق من خلال فتحته بقى، سواء كان فتحته او سرعته او مدة التعريض الضوئي. المهم ان الجزء دوت بيتحكم لي في الزمن اللي بيسمح فيه بمرور الضوء من خلال العدسة زي ما اتفقنا بقى، اللي هي مدة التعريض الضوئي. طيب محدد المنظر، محدد المنظر دوت انا من خلاله بشوف المشهد قبل ما اصوره، يعني قبل ما اصور المشهد انا بكون شايفاه بالفعل من الفتحة اللي هي اسمها محدد المنظر دي اهي. طبعا انا ببص من ورا بس عامة يعني هو ده كده اسمه محدد المنظر، تمام اهو هو بيبقى بالشكل ده كده، انا ببص في الجزء ده كده وبشوف المشهد قبل ما العدسة تلتقطه علشان اعرف برضو المشهد اللي انا عايزاه كده تمام، ولا مثلا محتاجة لا ان انا اخده بزاوية تانية بشكل تاني. فعامة محدد المنظر دوت عبارة عن فتحة موجودة اعلى الكاميرا اهي، بتسمح للمصور ان هو يشوف المشهد دوت من خلاله، وبرضه بيقدر من خلاله ان هو يتحكم في التركيز على الهدف اللي انا ايه عايزة اصوره. طيب حامل الكاميرا زي برضو الحامل الخاص بالكاميرا العادية، بس طبعا دوت مختلف في الشكل شوية علشان دوت خاص بالكاميرا الرقمية، وهو جزء بيبقى ليه 3 أرجل بثبت عليه الكاميرا من فوق، وده طبعا بيساعدني في ان الصور بتطلع شكلها افضل مش مهزوزة. طيب كارت الذاكرة زي ما اتفقنا ان هو بنخزن عليه الصور اللي الكاميرا بتلتقطها، ده برضو موجود جوه الكاميرا، علشان كده الكاميرا دي اسمها كاميرا رقمية طبعا، لان فيها اجزاء مختلفة عن اللي كانت موجودة في الكاميرا التقليدية العادية اللي هي كانت معتمدة على الفيلم. يعني في الكاميرات اللي هي زمان اللي هي التقليدية دي كان كل حاجة بتتصور على الفيلم، وانا بضطر بقى ان انا اروح احمضه وايه وحوار كبير يعني، لكن هنا كل الصور او المشاهد اللي انا بلتقطها بتتخزن لي فين على كارت الميموري، وبسهولة جدا بقدر ان انا اشيل الكارت من الكاميرا واخد الصور في نفس الوقت، مش بحتاج بقى ان انا اقعد فترة علشان ايه احمضها زي ما كان بيحصل زمان. طيب خطوات التصوير بالكاميرا الرقمية، ازاي انا اصور صورة بالكاميرا الرقمية؟ اول حاجة انا محتاجة طبعا احدد البرامج والادوات والاجهزة اللي انا هستخدمها في تحرير ومعالجة الصور، زي مثلا جهاز الكمبيوتر، انا مثلا لازم يبقى عندي جهاز مثلا بكفاءة عالية، كارت الشاشة بتاعه عالي علشان برضو يطلع لي مين صور شكلها حلو، وبرنامج مثلا ادوبي فوتوشوب او الالستريتور علشان اقدر برضو من خلاله ان انا احرر الصور بتاعتي او اعدلها اضيف مثلا تأثيرات عليها. الكاميرا طبعا دي المكون الاساسي لان انا من خلاله هقدر ان انا التقط المشهد من البداية. طيب خلاص انا حددت الاجهزة اللي انا عايزاها والبرامج وكل الكلام دوت، هروح اعمل حاجة اسمها سيناريو الصور الرقمية، لازم ابقى اعمل سيناريو قبل ما التقط الصورة علشان دوت اللي بيعرفني كل ما يخص الصورة من قبل ما التقطها، امتى هاخدها اللقطة، نوع اللقطة ايه، نوع الزاوية اللي انا عايزاها ايه، طيب الامتداد برضو بتاع الصورة انا عايزاها ايه مثلا، طب انا هصورها فين، هصورها امتى، فلازم اعمل ايه السيناريو دوت قبل ما التقط الصورة. بعد كده هعد مكان التصوير اللي انا عايزه اصور فيه، وبجهز الاضاءة بتاعته، وبظبط بقى طبعا كل ما يخص المكان علشان اضمن ان الصورة تطلع زي ما انا عايزاها. طيب بعد كده هبدأ بقى ان انا اجيب الكاميرا، واحدد طبعا الفتحة بتاعت العدسة بتاعتي، واحدد مدة التعريض الضوئي، واحدد الحساسية بتاعت الكاميرا، واحدد كل حاجة خاصة بالكاميرا، واظبط ايه
العدسة بتاعتي على المشهد اللي انا عايزاه، وطبعا بظبط الزاوية وبظبط طبعا نوع اللقطة اللي انا عايزاها. فكل الحاجات دي انا بعدين يعني بحددها، وبعدين انا بروح ايه دايسة على زر التقاط الصورة طبعا بما ايه يناسبني او بما يناسب المشهد اللي انا عايزة التقطه. طيب خلاص انا خلصت، مثلا لقيت الصورة مهزوزة، لقيت الصورة فيها اي حاجة انا عايزة اعدلها، اضيف مثلا ليها نص بيوضحها، فانا بروح لاي مثلا برنامج من الخاص بتعديل الصور والرسوم، زي مثلا فوتوشوب، الالستريتور، برنامج مثلا الرسام اللي موجود في اي كمبيوتر، وابتدي ان انا احرر الصورة بالشكل اللي انا عايزاه. طيب طرق استيراد الرسوم الرقمية. لو انا مثلا ما كانش عندي كاميرا، او عايزه مثلا اجيب صور بامتدادات مثلا معينه واحفظها على الجهاز عندي واستخدمها، فانا ممكن ابحث عن الصور باشكالها المختلفه، وطبعا فيما يخص اي موضوع برضو انا عايزاه من خلال محرك البحث جوجل، وطبعا من خلال جوجل ايميج او محرك البحث الخاص بالصور اللي بيقدمه لي شركه جوجل. وطبعا بقى هيظهر لي نتائج البحث بأشكالها المختلفة وفقا لنوع البحث اللي انا كنت محدداه او الموضوع اللي انا ببحث عنه. وطبعا بالتالي بس يعني سهل جدا ان انا احتفظ بالصور دي او انزلها عندي على الجهاز الخاص بالكمبيوتر. طيب مش بس ان انا اقدر ابحث عن الصور من خلال محرك البحث او جوجل او محركات البحث المختلفة عموما، برضو اقدر ان انا اخد الصور دي لو انا مثلا في صورة عجباني في كتاب مثلا معين وبتوضح لي مثلا حاجة معينة بشكل دقيق، وانا محتاجة ان انا اخد الصورة دي من الكتاب بقى نفسه، وهي في الكتاب كده، هي مش دلوقتي مش موجودة معايا بشكل رقمي، فانا لو مثلا عايزة اخدها بقى بشكل رقمي بحيث ان انا استخدمها في اي مشروع انا عايزاه، فانا بروح عادي من خلال جهاز اسمه الاسكانر اللي احنا شايفين الشكل بتاعه دوت، بحط الكتاب على جهاز الاسكانر دوت او الصفحة اللي فيها الصورة اللي انا محتاجاها، وابتدي ان انا امسح الصورة دي من خلال الاسكانر، وبالتالي الصورة بتتخزن لي هنا على الجهاز، وبقدر برضو بوصلة عالية جدا ان انا اخد الصورة من جهاز الاسكانر دوت واحطها بقى ايه على جهاز الكمبيوتر او اي جهاز انا محتاجة ان انا استخدم الصورة دي فيه. طيب انواع الصور الرقمية، في حاجة عندي اسمها الصور المتجهة والصور النقطية. يبقى انواع الصور الرقمية هما صورتين، الصور المتجهة والصور النقطية. طيب ايه الفرق ما بين الصور المتجهة والصور النقطية؟ الصور المتجهة دي اللي هي ما بتبكسلش، اللي هو يعني ايه ما بتبكسلش؟ يعني مهما اكبر الصورة هي بتفضل بنفس الجودة وبنفس الوضوح، بتبقى هي بالظبط، كاني حتى مهما كبرتها ملايين الاضعاف هي بتبقى يعني الصوره بتفضل بنفس الجوده بتاعتها، ما بيحصلش فيها اي تغيير. لكن الصور النقطيه دي لو انا التقطت مثلا صوره وحاولت ان انا اكبرها والصوره دي كانت من النوع النقطي، فهي بتبكسل معايا او كل ما بكبرها بتبوظ والملامح بتاعتها بتتغير وبتتشوه. طيب زي مثلا الصور اللي انا بعملها ببرنامج الالستريتور او الفلاش، دي عبارة عن صور متجهة، يعني مهما نكبر الصورة دي ما بتتغيرش، تفضل محتفظة بنفس الرونق والجودة. اما الصور مثلا اللي انا بعملها بالفوتوشوب، فدي لو انا كبرتها بلاقيها بتبكسل معايا وبتبوظ، وبتبقى الملامح بتاعتها باهتة جدا ومش ظاهرة. اهو الصور النقطية دي بتبقى عبارة عن برضو مصفوفة من ملايين البكسلات المتراصة او النقط اللي جنب بعض، كل بكسلة طبعا بتحوي معلومات الصورة زي مثلا لون ودرجة وضوح من الجزء دوت من الصورة، وكل ما تزيد عدد البكسلات كل ما تزيد جودة الصورة طبيعي، لان كل ما عدد النقط اللي هي جنب بعض دي بتكتر كل ما الصورة بتبقى اكثر وضوحا واكثر جودة. طيب ايه البرامج مثلا اللي انا بستخدمها في الصور النقطية؟ زي مثلا فوتوشوب، البرنامج مثلا البينتر اللي هو الرسام، برنامج مثلا الجيم، تمام. كل دي كده البرامج ديت اللي هي بتنتج لي صور نقطية. الصور النقطية دي اللي احنا قلنا لما بنكبرها بتبكسل وبتبقى سيئة معايا، يعني كل ما كبرها كل ما تبكسل معايا وتبقى ايه مش واضحة قوي. لكن الصور المتجهة دي صور بتتكون عن طريق معادلات رياضية وخوارزميات، علشان في الاخر بتكون لي كده شكل هندسي. وطبعا دي قلنا اللي هي مهما كبرها ما بتبكسلش معايا وبتفضل محتفظة بنفس الجودة بتاعتها.
الفرق ما بينهم زي ما قلنا كده في فكرة التكبير، يعني دي لو انا كبرتها ما بلاقيهاش ان هي اتغيرت، لكن دي لو انا كبرتها بلاقيها ان هي للأسف بقت ارضى. طيب ايه البرامج اللي بتنتج لي صور متجهة اللي هي بتفضل محتفظة بالجودة بتاعتها مهما انا كبرت فيها، زي الكورال درو والالستريتور والاوتوكاد، وطبعا برنامج برضو الفلاش. دي مثلا اهي صورة منتجة او خط، مثلا ده خط اهوت منتج باستخدام الفوتوشوب، طبعا زي ما احنا ما شايفين لو انا كبرته بلاقي ان هو ايه بكسل معايا، والوحدة بتاعتها دي اسمها بيكسل، يعني كل نقطة من دول كده اسمها بيكسل 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 الى اخره، تمام. وزي ما احنا ما شايفين هي ايه مهزوزة اهيت او مش واضحة، لكن الالستريتور هو بينتج لي الصور البيكتور، والصور البيكتور دي زي ما اتفقنا ان هي ايه ما بتبكسلش معايا اهي. وليكن مثلا ان انا مصورة الغزالة دي وعايزة ان انا اكبر الودان بتاعتها، لو كانت الصورة ديت من النوع اللي هو الصور النقطية اللي احنا قلنا لما بكبرها بالبكسل زي ما شايفين كده اهو، شايفين بكسلت الصورة معايا وما بقتش واضحة قوي، او انا مش عارفة احدد المعالم بتاعت الصورة صح. يعني انا لو حد جايب لي الصورة دي كده انا ممكن ما افهمش اصلا هي الصورة دي بتاعت ايه او ايه الجزء دوت. لكن لو كانت الصورة ديت صور متجهة اللي هي صور الفيكتور، هكون شايفة ان دي ودان، يعني بالفعل انا هحدد ان دي مثلا ودان ايا كان بقى ودان الكائن ده ايه. فزي ما احنا ما شايفين، شايفين المربعات الصغيرة دي، دي كده اسمها بيكسل، ده بيكسل ده بيكسل ده بيكسل. زي ما احنا ما شايفين هنا مثلا اللون دوت، يعني حاسة ان هو زيتي شوية، فهو بيعرف لك ان الجزء ده مثلا من الصورة لونه كذا، ده مثلا بني اهو، تمام. فكل بيكسل بيحوي معلومات خاصة بالصورة. طيب امتدادات بقى الصور الرقمية، الصور اللي انا باخدها بالكاميرا او باخدها بالسكانر بعد ما بخلص خلاص انا بلتقطها، بلاقي ان المعلومات بتاعتها الامتداد بتاعها زي مثلا ان الصورة دي الامتداد بتاعها من النوع الجي بي اي جي. طيب ايه الجي بي جي دوت؟ هو افضل ملفات الوثائق او افضل ملفات الرسوم او الصور، يعني النوع دوت من الامتدادات كويس جدا وبيناسب تطبيقات الانترنت او ان انا ارفع الصورة دي على الانترنت، وبيحوي ملايين من الالوان، يعني بتبقى صورة هتلاقي كده الالوان بتاعتها حلوة وسهل جدا ان انا ارفعها على الانترنت. طيب مناسب بقى ان انا اصور مثلا بيه صور الطبيعة والاشخاص، وحجم التخزين صغير جدا، فسهل ان انا زي ما اتفقنا ان احنا نرفعها مثلا على الانترنت، وبتبقى مثلا لو انا كبرتها يعني بتبقى ايه الصورة واضحة وكويسة. طيب ملفات الصور اللي هي الامتداد بتاعها جيف او جي اي اف، الجيف ديت اللي هي الصور المتحركة، ممكن تبقى الجيف دوت صورة متحركة وممكن ما تبقاش متحركة على حسب بقى انا عاملاها ازاي. مناسب طبعا الجيف دوت للرسومات والشعارات والازرار اللي المصمم بيستخدمها مثلا في البرامج بتاعته، وبتحوي على 256 لون. طبعا زي ما اتفقنا من الخصائص بتاعتها ان ممكن الصورة تبقى متحركة، والصورة بيبقى ليها خاصية الشفافية، يعني الصورة دي اللي انا منتجها او اللي هي الامتداد بتاعها جيف تبقى عبارة عن طبقات فوق بعض، وكل الطبقات بتبقى شف يعني كل طبقة بتبقى شفافة للطبقة اللي بعدها، زي ما احنا مثلا كده ما بنشوف في بيبقى مثلا في صور متحركة ممكن يعرض لك ايه الطبقات فوق بعض. طيب ملفات الصور اللي هي البي ام بي ديت بتستخدم في رسومات وايقونات برامج التشغيل بتاعت الويندوز، يعني النظام الويندوز بتاعك هتلاقي كده من بره على الديسك توب ايقونات وبرامج كده اللي هي الخاصه بنظام التشغيل الويندوز، الايقونات دي معموله بالصور اللي هي من النوع الامتداد بي ام بي، وممكن تبقى الصوره دي متلونه او ممكن تبقى غير ملونه، يعني بالابيض والاسود. الصورة دي بتبقى كبيرة الحجم، يعني الحجم بتاعها كبير، يعني لا يفضل ان انا استخدمها على الانترنت، ولا تدعم الحركات والشفافية، يعني الصورة دي ما بتتحركش زي الجيف. طبعا في انواع برضو تانية للامتدادات، او في امتدادات تانية كتير غير دول، احنا لو حابين نستزيد او نعرف اكتر عن الامتدادات دي ممكن تبحثوا عنها في شبكة الانترنت. طيب ايه النشاط المطلوب مني؟ ان انا اعمل بحث، عن مجموعة من الصور الرقمية المختلفة على حسب بقى الموضوع اللي انت حباه، يعني اختاري مثلا موضوع
وانتي ابحثي عن صور مختلفة للموضوع ده بامتدادات مختلفة. مثلا حد هيبحث عن صورة بالامتداد الجي بي جي، حد هيشوف مثلا نفس الموضوع دوت بس هو عايز الصور ليه تكون جيف، حد تاني برضه هيبحث عن نفس الموضوع بس ايه بالبي ام بي. فانتي حددي موضوع واختاري ليه مجموعة من الامتدادات اللي انت عايزة تبحثي عنها بيها، وابتدي ان انت حملي الصورة بالامتدادات المختلفة دي. طبعا انا لما هدخل على الصورة بتاعتك واشوف التفاصيل بتاعتها او المعلومات بتاعت الصورة هيظهر لي فيها الامتداد، يعني انت نزلتي الصورة دي بايه، بالامتداد اللي هو مثلا جي بي جي، نزلتيها بالجيف، نزلتيها بالبي ام بي. زي مثلا لو انا مثلا بحثت عن الجنين او مراحل مثلا تطور الجنين، هروح مثلا ان انا محمله كذا صوره طبعا بكذا امتداد، وفي الاخر يبقى انا كده عملت النشاط الاولاني. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.